بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر التاس نادور سيتي كي حضر النهار هذا تيدي التغطيه النشطه ونتا نشكر يمسح السان المتتبعين نادور سيتي نعرف مره الاقليم دريوش بالخصوص النهار المجلس الاقليمي يكشل انطلاقه من بدايه التهيئه المراكز القرويه الصعيده تهيئه المراكز ليس 10 المراكز ذيس عين زورا ذيس ثفارسيث أزرف قسيتا تسافت ذيس وردانا ذيس دار الكبداني ذيس ثزاغين ثمسامان بوذينار تروكوذ البرنامج الجوانيتا ذيس تهيئة المحاور الرئيسية الجامعات داخل المراكز سلقودرون سجيراتوار سفاوت وثفوت غواراتيريا ثفوت اقتصادية يعني اصطلاح قناص الليد الكلفة المشروع ككل هي 4 مليار و600 34 مليون درهم يعني 3 مليون و450 مليون فذيس التهيئة 955 مليون و800 فنتفوت 10 المراكز زائد الدراسة يجني خطسيت المجلس الإقليمي مارة تقريبا تكلف 200 مليون سنتيم ذايس كذلك البناء السوق بوذينار يجن جاء الدراسة البناية ما مجموعه 500 مليون سنتيم كذلك ذايس استكمال البرنامج المراكز متعددة الاختصاصات ليس فزاغين ليس أزراف ذوردانا سن مجموع 1,256,000,000 أي ما يقرب الانطلاق النهارة المشاريع المنكشة الانطلاق النهارة تقريبا 6,300,000,000 الهدف زمانية هو أنه المراكز فينا أن تنال إن شاء الله مراكز سعيدة باش أنه مستقبلا أذيرينت راني هنتي البشويات دايرين النواه المدن حقيقيه لانه عم تسمى رد دريوش ليس فقط ثلاثة المدن ذاني ذا خص سنخي المواطنين بانه قواجب تو المراكز نغني 10 نغني المراكز نغني القرويه وان تشاء ولكن غا خلي اتفاقيه إيه الجماعات المحليه ذا الجماعات حما تفراني هنتي قدس ذي الفترة الثانية ذي المرحلة الثانية كالتهيئة المراكز العشرة يقيما ذو ذي البرنامج ومن كشا الانطلاقة نهارا أكيد أنه استقسان يوذان ميزد كنت العدد الفلوس لأنه مبلغ محترم جدا ذا انتشكار وزارة الداخلية في شخص الوزير في شخص المدير العام الجماعة المحلية يجن رنتا يساهم دي المشروع ونتا سجن مبالغ مهمة جدا حمتف أن الإقليم ونتا أدي عرف يجن إقلاع حقيقي ذا نقار المواطنين إقليم دريوش نقار تي بأنه الخصاص ذا مقران دي الإقليم فعلا انه الاقليم القراص 10 سنين تقول متوحدث ولكن بحكم انه جواي ستيف تشاقبر جواي النشاء الحظ النص ذي التنميه نتوارى انه نشين كم جهود كمجلس اقليمي كسلطه اقليميه كعامل اقليم يجن رنت مدعم المشاريع فينا الدعم النس الكتابي المرافعه النس الكتابات النس الحضور النس للميدان ونتفق على انه تتبع الاشغال قوار اذيري يعني مشترك ما بين الجماعات ما بين العماله وطبعا ذي المجلس الاقليمي يجن صاحب المشروع لانه انت يتحمل المسؤوليه كذلك نتتازي المواطنين اثناء انطلاقه الاشغال انه مرا زرين شان حشت واسن تعجيب المجلس الاقليمي مفتوح ان يستقبل باش نقدم الملاحظات نصن خل جودان الاشغال لانه الشمي داخل بالدرجه الاولى انه المقاوله في وين المشروع
المجلس الإقليمي يتمول المقاولة، يتمول المشروع، ولكن المراقبة المراقبة مفتوحة للجميع، المواطن، المجتمع المدني، الصحافة، الهيئات المنتخبة. وذاني تاع نقار إن شاء الله أنه نريح عند حسن ظن المواطن حمتف أنه أن دافع الإقليمي تناول المزيد من التمويل لمزيد من المشاريع.